اللقاء من أجل الإنسان، والإنسان محور في الأرض. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. لذلك نحن جئنا اليوم لنقول لكل إنسان دفع ضريبة من أجل سوريا إن كل المجتمع في خدمتك، وإن كل الأمة ستكون عونا لك. فإن فقدت بصرا فلك مليون بصر يساعدونك، وإن فقدت طرفا فكلنا أطراف لك، وإن فقدت يدا فكلنا يد لك. جينا اليوم لحتى نفرح كمان بتأسيس جمعية خطوي، يلي هي تماما بلشت تاخد زمام مبادرة العمل لحتى نوقف خطوي بخطوي مع كل مواطن سوري لنبني في هذا البلد. طبعا غالبية الجمعيات الخيرية اللي اهتمت بتأسيس معامل الأطراف الاصطناعية شفنا شقد هي حاجة البلد ماسة لكثير من أبناء البلد اللي خسروا أطرافهم، وخاصة الأطراف السفلية، وبشكل أخص أكثر هني أبطالنا، أبطال جيش جبهة الجيش العربي السوري والقوات المسلحة، يلي هي إلى الفضل كله بكل نفس نحن عم نتنفسه. بناء الإنسان، إعادة بناء الصحة، إعادة بناء التعليم، إعادة بناء تعزيز المواطنة، كله هذا حيقدر يخلي الوطن يكون دائما إن شاء الله بخير. أبناء سوريا دائما في إلهم ميزات نسبية عم نشوفها بتكامل هذا الجهود، وعم نشوفها بهالرغبة دائما بأنه يكون الوطن بخير بأيدي سوريا إن شاء الله. هلأ ببلدنا في كتير حاجات، نحن لو في 10,000 مصنع ما بيكفوا، ولذلك حاطين بأملنا بهالصيف عندنا قرية على البحر نعمل مركز هني مشان كل إخوتنا، لأنه البحر هو أحسن علاج فيزيائي للمبتورين القدم. نحن أولاد هالبلد، ونحن اللي بنفدي هالبلد بالواحنا وبدمنا. إذا مو فقدنا أطرافنا، إذا فقدنا روحنا، شيء قليل لهالبلد.